رح نتابع محطاتنا هلا مع ديكو ديزاين مع جو. من نحن وصغار بنسمع بالقصص الخياليه ميرور ميرور اون ذا وول هوز ذا فيرست اوف ذيم اول، قديش توقفوا قدام المرايه وقديش بتتفرجوا على حالكم انه انتم احلى وحده او انت احلى واحد او انت بدك تزبطي بعد او مش عاجبك موديلك على المرايه. المرايه كثير اساسيه بكل بيت واساسيه كمان بكل الاماكن اكيد، انما واحد كيف بده يستعمل المرايه ببيته؟ هذا الشيء هو رح يخبرنا عنه اليوم جو بحلقه ديكو ديزاين. جو صباح الخير. صباح النور. قديش بتوقف على المرايه كل يوم؟ شوي صغير انا ما كثير يعني ما هيك هو واحد شوي بس مش مفروض كثير يعني مفروض بس ياخذ حاجته من القصه يعني ما يستمر ويكفي ويصير في شوي يعني رجالا ونساء عم نحكي هي شامله الموضوع هو بالبدايه بلشت المرايه على اساس الواحد انه بشوف حاله بتطمن على شكله قبل ما يظهر اليوم فاتت بعالم تاني المرايا وصارت جزء أساسي من الديكور وجزء إذا بديك حكيم يعني في حل بالمرا يعني اليوم أوقات المحلات الضيقة بوسعوا في مطارح بحاجة يكون في عندي دبل سبيس بستعمل مراية يعني إذا استعملت بمحل له معنى بتكون كتير حلوة صحيح وبتعطي ومفيدة طبعاً المرايا استخدام المرايا بالمطلق هي لحتى إذا بدك توسع المطرح يعني اليوم نحن بنحتاج المرايا وين ما كان بالبيت يعني فينا نستعين فيها بالمدخل بالصالون بأوضة النوم بالحمامات بغرف الجلوس بكل المطارح صحيح. اللي رح نشوفه اليوم شوي انا جزأت الموضوع شوي لتنين لانه هو عالم كبير. واسع يعني في كذا احتمال لاستعمال المرايا فهيدا الحلقة رح نشوف فيها المرايا كيف بتكون موجودة بمساحات عائلية بقلب غرفة جلوس بقلب صالون بقلب هيدا فرح نشوف بعض الصور اللي بتساعدنا على هالموضوع هون عم نشوف المرايات محطوطين ورا طاولة الصفرة هيدا لوفت سبيس منشوف المراية عاطين دبل المساحة يعني محل ما عم ناخد الصورة نحنا عم ناخد الصورة والمراية بوجنا فمنلاقي انه عطيت كبر للسبيس وضوبة للمطرح واكيد جمالية المراية هي تنقل الشيء الحلو مزبوط يعني اذا عندنا شيء حلو بالمطرح اذا في بيفيه مثلا حتى عليها مثلا او حدا بصيروا عم بيسكبوا يتفرجوا على حالهم كمان بصيروا بنفس الوقت بتظبط حالها ميك اب خبريه فالمرايه بهيك مطرح بتساعد انها توسع السبيس اذا هو منه كتير واسع في جزء من يعني المطرح محل ما محطوطه هي دايننج روم هي جاي بنص الطريق فهون لا صارت هي اذا بدك بنص المساحه لانه صار عندك الدبل سبيس فعطيت دبل للاريا بنشوف غير صوره هون كمان بدايننج روم بس المرايه منا ملزقه على الحيط المرايه قطعه محطوطه على الارض ومعملها تلت لانه هون اذا لاحظت السقف شوي واطي صحيح اي مزبوط منه عالي فبالطريقه اللي محطوطه المرايه فيها بتعطينا شويه علو يعني ايه عامله مش انعكاس للسقف يعني كمان هون شوي هي هذا الهدف من وراها انه تعلي السقف شوي يعني وقت تطلعي بتشوفي حالك بس بتشوفي كمان السقف وراكي وقت بتطلعي بالمرايه وبنفس الوقت عم تعطي كبر للاسباس صح بننصح بالمرايات دائما ما يكونوا بمحل ما له عازة يعني ما يكون له هدف إذا بدك يعني هون وسعت وعطيت دبل سبيس للدايننج روم يعني بنحس أنه وجودها له عازة له طعمة صحيح يعني بالإسباس بعدين كتير مهم اليوم ما نحط المراية بوجه الشمس لأنه النور الخارجي بيعكس المراية
وبينزع الإفيه بقلب البيت يعني صحيح. بينزع الجو داخل البيت. بهيدي الصورة عم نشوف المراية شو عاملة بهالمحل، حاطين مراية يمين ومراية شمال الشومينيه، منشوف انه عطي الدبل كمان، يعني بنحس في غير مطرح جوا، في اوضه جوا كمان، في غير مطرح جوا بغير بهالمطرح هيدا. فكمان هدفها انه تبرز الشومينيه وتعطيها اهميه اكثر، وتعطي كمان دبل سبيس. والمرايه البيضاء على فكره بتعطي هيك ضوء اكثر، صحيح، بتعطي ريحه اكثر. يعني بالصور اللي قبل شفنا مرايات فيمي، المرايا في منه كتير ألوان، يعني في فوق 6 ألوان المرايا، يعني فيمي وبني وبرونز وأسود وأبيض وميتاليك، يعني في شوا كبير. فهون اللي بيكون عندنا عن جد إذا بدك الويل أنه نقدر ننقل المرايا المناسبة بالمحل المناسب، وهذا الشيء بنختبره من حسب الالوان البيت ومن صحيح. حسب جو العامل بالبيت. بس هي احلى مرايه عن جد المرايه البيضاء. البيضاء طبعا. أيه. اذا بدنا اذا بدنا نحكي الحقيقه أكيد. طبعا اكيد. هلا المرايه الباقيين حلوين كمان، بس الفكره تبعهم انه بيكونوا ديكوراتيف اكثر من كثير. ايه ديكوراتيف على الاخر. هيدي كمان لاحظنا اذا حطينا ثلث المرايه، حطينا منحنيه المرايه تبين السقف، تبين على الدايننج روم عاليه، فكمان عطي الطول، يعني حاطينها بطريقه انه طولت الغرفه. يعني طولت الغرفه وعلتها كمان، اعطتها شويه علو. وهالبياض الموجود الجو الابيض كله سوا مع مرايه بيضاء بيعطي هيك فريشنس بالمطرح، يعني بيعطيك هيك جو فريش وحلو. والازاز كمان الرفلي تبع الازاز مع المرايه، هيدا ماتيار باردة، يعني هي ماتيار باردة، هون بتلاقيها فريش، ما بتلاقيها باردة، صح، بتشوفيها باردة، بتحسيها فريش، بتحسي ايه؟ انه لذيذة وهيك خفيفة يعني. صحيح لايت. صحيح لايت. نشوف في نوع تاني من المرايا كمان اللي حنشوفه، واللي هو المرايات المعتقة. هيدي المراية معتقة، هلا بالزمانات كانوا يتركوها المراية بتصير تنتزع قشرة القفا المراية، صحيح، وبتصير تبين أكثر، صح. اليوم صار عندنا صار في تكنيك لهالشيء، هيدا إن شاء الله بحلقات جاية ببقى بحكي عنهم. هو القصص في تكنيك جديدة بتنعمل وبنعمل المراية الجديدة معتقة. هيدي مراية مظبوط معتقة، وحتى بتشوف الرفلي تبع الأشياء مش كله واضح، صح. يعني بتحسي كانه مغطش الصوره، صح. او هيدا مش الهدف منا انه الصوره القديمه جوستو. هيدا مش الهدف منا انه نحن نشوف حالنا، او هيدا الهدف منا ديكوراتيف اكثر، صح. ما هو شكل مش لنشوف حالنا، هيدا لنشوف نشوف حالنا بغير شيء، بغير اشياء وبس نشوف حالنا بالمرايه، ما نشوف حالنا على حدا، هيدي اهم شغله. ايه اكيد اكيد، اهم شغله، ضروري ما نشوف حالنا على حدا. هيدي بغرفة جلوس المراية شفناها انه جاية هيك باشكال مختلفة مهضومة، عطيتها هيك سمباتي للأوضة، عطيتها هيك روح حلوة للغرفة، صح. وباشكال مختلفة، بقصات مختلفة المراية، عطي دبل سبيس للغرفة، الغرفة منها كبيرة، يعني بحجمها مثل ما هي عطي مرتين اكتر من ما هي. وبنفس الوقت عاملين وليونات وتي في وقعده حلوه صغيره، ومثل ما ملاحظين انه مش حاطين المرايه بوجه القعده، يعني مش محل ما بيقعدوا بيشوفوا تي في، المرايه منا بوجهن انه كل الوقت واحد قاعد وعم بيطلع على ورا التي في، مش حلو. لا اكيد بصير عم بيطلع كل الوقت على حاله وعم بيحضر تي في، بقى تي في لحاله هو قطعه بحد ذاته طبعا تيشوفوه. اكيد اكيد. فهيدي جزء من كيفيه وضع المرايه بمحلات وقت قعده او وقت جلوس. صحيح صحيح. بعد عنا صور، بعد عنا غرف النوم. اوكي. نحن كمان باوضه النوم بحاجه نحط مرايه، اوقات المساحه الصغيره بوجود مرايه بتكبر. وبنفس الوقت عنا عنصر اساسي بالغرفه اللي هو الخزانه، صح. وبنلاقي دائما انه هاي الخزانه والله كبيره ودبشه وهيدا، بهالموضوع هيدا بوضع مراية على درف الخزاين كمان بيعطينا وسع،
اكيد بيكبر يعطينا وسح. هون اكثر شيء اصلا نحن بحاجه لها اصلا للمرايه، مزبوط، لانه عم نلبس صحيح. ساعتها بدنا نشوف ساعتها بالاخر الفاينل لوك على ناطرين النتيجه، مزبوط، على المرايه. هون اكثر شيء نحن بحاجه لها للمرايه، مزبوط مزبوط. وفي كذا لون كمان اكيد. طبعا بيختلف الديكور بالبيت، شو بنحب نحط الوان، شو ماشي مع الجو العام. وهيدا هون كمان مرايا بابواب سلايدنج دور على دريسنج روم مع تي في، وهيدا عاطيه كمان كبر للغرفه. وبنفس الوقت خافيه الخزانه اللي هي عنصر اذا بدك كمان كنا نعتبره انه هيك بلوك ومزعج. هون يعني مهضوم مستعملينه كمان هيك يعني بقلب، يعني عاملين فيه ديزاين كمان يعني سلايدنج، يعني درف بفوتوا ورا بعضها، يعني في واحد يشوف اللي بقلب الخزانه بكل سهوله. هي فكره ثانيه كمان غير لون من المرايا كمان بنقدر نستعمله لحتى يكون كمان يكبر وبنفس الوقت يكون ديكوراتيف ويكون عملي، لانه جاي درف خزين، يعني مش انه حيط بلين والله وحطيت عليه مرايه انا، لا، في شيء استعملته لانه بفيدني وحطيت عليه هالمرايه هيدي. بعد عندنا غرفة نوم. هون المرايا كانوا عنصر أساسي بهيدا الكونسبت تبع الغرفة، إنه كل البيت كل المنطقة انعملت مرايات الخزاين، وحتى في قطع فيكس ليتماشى كله مع بعضه. إذا لاحظتي كله كلوار، لأنه هيدا كأنه هيدا هيدا مدخل غرفة النوم. أوكي، هلا بنشوفها بغير صورة كمان بتبين. أوكي، معنا بمدخل غرفة النوم حاطين مرايا وحاطين على الخزاين. هيدا الغرفة مبينة قدامنا وبنشوف الخزاين كلهم عليهم مرايات ومتناسقين مع بعض مع الغرفة ومع الديكور الموجود بقلب الغرفة. بعد عنا بانل هيدي شوي اذا بدك الماست بالقصة، انه نحن خلطنا، ما عملنا كل الخزين مرايا، عملنا خزانة نصها خشب نصها مرايات، هيك بيّن انه ما عندي خزانة بالاساس. يعني بيّن عندي مرايتين بالطول وغطول اذا بدك الخزين بطريقة استاتيك وشكل حلو وعملي. اكيد اكيد. شكرا كثير جو، يعني حلقه هيك شامله عن المرايات، وبعد مثل ما قلت قسمتها لقسم ثاني لانه بعد المرايات كثير اكيد بدنا نستعملهم بالبيت، واكيد نحن بحاجه نتعرف عليهم الاسبوع الجاي ان شاء الله بحلقه جديده. وبكره عيد ليلى، بكره بدي اعيد مرتي انا وبدي اقول لها هابي بيرث داي وعقبال المية. خلي بيك عبال مية ليلى، أكيد للو إن شاء الله أيام حلوة يا رب، وبتخليك فوق راس عائلتك ومع جو مع الصبيان كمان، وأكيد بشوفكم قريبا إن شاء الله، ونحن بنشوفك السبت الجاي. ميرسي. وراح نتابع محطاتنا بعالم الصباح أكيد بعد لحظات. عامر بيكون معنا بأينو، وأيضا سارة بورشة ملح. خليكم معنا.